ديالها ومع فقراتنا المتنوعه. توا باش نحكيو سانتي، صحتك علينا. صحتك علينا، صحتك علينا، صحتك علينا. اليوم باش نحكيو على السنين. عنا برشا ما حكيناش ووعدتكم، وفما برشا وصلوني برشا اقتراحات باش نحكيو على السنين. صحه السنين هي صحتنا الكل، معناها صحة الجسد الكل. تو نعرفوا برشا تفاصيل مع ضيفتنا سعيدة جدا باستقبالها، دكتورة آمنة المولي، أخصائية في أخصائية الطب وجراحة الأسنان. صباح النور دكتورة. بخير عفيفة، وكيفة مستمعين غاديو مي. هو شوفك السمايلي هوليود نتاع النجوم هذيك مزيانة برشا، الحلمة عند الناس الكل، أما يلزم تبدأ الفم والسنين يبدأوا أم بون سنتي. صحيح، التوازن نتاع الفم هو احنا نقولوا الصحة نتاع البدن الكل، والتوازن نتاع البدن الكل يبدأ من صحة الفم والأسنان. فوالا، خط ساعات زرسة واحد مش تهبلوا بركة. جوستومون شنو هي حكاية الدكتورة قبل ما ندخلوا الموضوع؟ أنا اليوم باش نحكيو على الزراعة الفورية للأسنان كحل من الحلول، سورتو أنه ساعات واحد يرقد ويقوم يبدا يخدم عايش حياته عادي، وتقوم هاك الزرسة عاد تبدا عاملة تعمل حالة. شنو حكايتها؟ احنا شو عفيفة، قبل ما نحكيو على الهوليود سمايل ونحكيو على الاستيتيك يلزمنا نحكيو على الصحة الساعة. فوالا، هذا هو صحيح. موضوعنا دونك نحكيو على التوازن نتاع الفم. ما نجموش نعملوا هوليود سمايل ونعملوا مثلا ديفاسات اللي نسميهم قشور خزفية ونبيضوا الأسنان واحنا سنينا من داخل مسوسة، ولا ناقصين زروس، ولا ساعة فما نيكيليبر. دونك يلزم الأسنان كلها تكون موجودة وتتسكر على بعضها بطريقة صحيحة، ويكون ما فماش تسوس. ديجا هذيا كي يكون عندك إكيليبر، يكون البدن ما عندوش وجيعة، ويكون فما إكيليبر حتى في البوستيو، حتى الطريقة اللي نقفوا بها. إذا كان سنينا ماهيش مستوية وعنا مشاكل في الأسنان، رانا حتى الوقفة متاعنا ماهيش باش تكون مستوية، لازم تكون عنا وجيعة في المفاصل، وإحنا ما نعرفوش اللي هذيك راهو السبب نتاعو الأسنان. وجيع في العيني، وجيع في الراس، وجيع في كل شيء، ما تروبل دو ميموار، الكل هم رام يبداو من الاسنان. الاكيليبر نتاع الفم الساعه، الاسنان الكل موجوده، تسكيره صحيحه، عضه صحيحه، وما فماش تسوس، وما فماش اسنان ناقصه. هذه ساعه اول حاجه لازمنا نتعداو بها. قبل زيد ما نوصلوا حات اخت موضوعنا مهم على الاخر، باش فرح برشا ناس. زياره طبيب الاسنان اللي برشا ناس تكرهها ما تحبهاش، اما الحقيقه كي يبدا طبيبتنا ملاك، وبتبدأ طبيبتنا هكا مسيسة، هذه حلمة الناس كل. وقتاش زيارة طبيب الأسنان قديش يلزمها تكون؟ كيفاش تكون؟ وكيفاش العناية بالسنين قبل ما نوصلوا للزرع؟ هي العناية بالأسنان راهي تبدأ من اللي نطلعوا سنين الحليب، معناها من تو نحاولوا. هي وحكينا عليك صحيتك. هي لازم من تو نحاولوا اللي احنا نوعيوا صغارنا ونغرسوا في روايحنا نحنا معناتها الوعي هذا. الصغير من اللي يبدأ يطلع الأسنان اللبنية يلزم يزور طبيب الأسنان مرة في 6 شهور. علاش؟ على خاطر احنا باش نعلموه الطريقة باش يحافظ على سني، كيفاش يحك سني، الماكلة المتوازنة، نحن باش ننصحوه، باش نتبعوه، هو يعرف انه كل 6 شهور باش يمشي لطبيب الأسنان، دونك باش يكون موتيفي أكثر، باش يخاف شوي. وقت اللي جينا المريض كل 6 شهور حتى كي يبدأ فما بداية متاع تسوس وإلا بداية متاع التهاب في اللثة، رانا باش نفيقوا بها من الأول. انت تو تقول لي نخافوا من طبيب الاسنان وكل شيء، ما انا ننصح اللي يخاف من طبيب الاسنان يمشي له اكثر باش يفيق بالمشكله من الاول، مش يخلي لين تولي مشكله كبيره وبعد تصير له دي كومبليكاسيون، ووقتها بالحق معني حتى الانترفونسيون تولي تنجم تقلقه ولا تخوفه. دونك زياره طبيب الاسنان مره في 6 شهور هو باش يعمل لك موتيفاسيون اليجين نسميوها احنا، باش يعلمك كيفاش تحك اسنانك، كيفاش تستحفظ على الاسنان. وفرد مرة اون بروفيت نعملوا ان ديتارتراج، نظفوا، نحيوا الالتهابات نتاع اللثة اللي تنجم على طويل تعمل لنا مشكلة أكبر من هكاك. يعني نحكيوا بريفونسيون، وقاية. ديما البريفونسيون، ديما الوقاية خير من العلاج. وي. دونك كان فما حاجة صغيرة الطبيب باش يفيق بها على بكري، حتى طريقة العلاج باش تكون حاجة بسيطة على الأخر. نجيو للعلاج. منين يبدأ حتى يوصل لزراعة الأسنان؟ وعلاش زراعة الأسنان دكتورة؟ علاش يلزمنا نزرعوا؟ فما ناس تقول اي نحيتها خليها انصفوطه لاباس وصفا مادام نمضغ مادام لاباس معناها. شوف، هي احنا حكينا على الوقايه الساعه نتاع الاسنان ونتاع اللثه، خاطر الفم راهو فيه حاجتين، فيه الاسنان وفيه اللثه اللي مزروعه فيها السنه والعظم اللي تحت اللثه. دونك يلزمنا نتلهيو بهم الزوز باش نتجنبوا التسوس اللي نجم يخلينا نخسروا سنه، معناها التسوس اللي كيف ما نحكي لك انا واحد يخليه حتى اللي تولي سنه معناها ما عادش ريكوبيرابل، ما عادش نجم تتصلح بالكل،
يلزمها تتقلع، والا الامراض نتاع اللثه زاده اللي تخلي هيك الالتهاب الصغير اللي كيف نحكوا سنينه يخرج دم وما نعطيهوش قيمه ويمشي ويزيد يمشي ويزيد ياكل لنا العظم اللي تحت، والسنه تولي تتحرك معناتها ان دوغري لدرجه اللي احنا ما عادش نجمو نصلحوها، تتحرك الكلها وتطيح، والا نحيوها احنا ساعات ما عادش ترجع تشد بلاصتها، ساعات بليش سوس بليش حتى شيء، السنه تطيح نظيفه، هذا راهو من الكالكير ومن قله الوعي معناها، وما نعملوش لي ديتاكتراج وكل شيء. دونك احنا باش نخسروا اسنان يا اما بالتسوس والا السنه تتكسر باغ ان تروماتيزم واحد لطف علينا الناس الكل يطيح ولا اكسيدون ولا حاجه، والا الامراض نتاع اللثه. دونك هذو ثلاثة حاجات اللي نجم يعني نخليونا نخسروا الأسنان، نجم نستهينوا بها توصلنا حتى نخسروا سنة، نخسروا سنة وهي صحيحة نظيفة، راه ساعات تشوف اللثة مريضة والسنة تطيح وهي ما فيها حتى نكتة متاع سوس. وديما نرجع نقول راهو السنين اللي خلقهم ربي راهم ما يتعوضوش، حتى كي نحكيوا على أنواع التركيب الكل ماذا بينا نستحفظوا على السنينة اللي خلقنا بيهم ربي راهو ما يعوضهم حتى شيء. باه نجيو توا للتكنيك هذيا اللي هي الزراعة الفورية للأسنان، شنو تنجم تفيد الانسان وكيفاش جات وفهمها لنا دكتوره شنو هي؟ شوف نعطيك فكره بسيطه فيسع على انواع التركيب باش نفهموا علاش الزرع معناه. التركيب ثلاثه انواع، فما التركيبات المتحركه لا بروتيز اموفيبل هيك الفم اللي يركب ويتنحى اللي نعرفوه يلصق بالكول والا ماهوش ستابل، هذيا نخليوه اخر حل اخر حل معناه، واحد فريمون ما ينجمش يركب اون بروتيز فيكسي ماهوش مرتاح نفسانيا ياثر صحيا ياثر قلق فهمتني قلق معناها، هذه حتى اللي ركبوه تلقى 50% ساتيسفي 50% يقول لك ركبته ولوحته ولا هاكم زين بيه في الدار مانيش نستعن فيه ولا نحطه ناكل بيه وبعد نحيه ولا نحيه ناكل وبعد نرجعه حسيلو، هذوما ماهمش تركيبات. دونك احنا ماذا بينا ديما نمشيو لابروتيز فيكسي معناتها حاجه نلصقوها احنا، المريض ما عندوش لو شوا باش ينحيها يولي يستانس بيها وتنجم تدخل في الفونكسيون. التركيبات الثابته فما لي بريتش مثلا سنه ناقصه نجيو للسنة اللي بحذيها على اليمين والسنة اللي بحذيها على اليسار نبردوهم ونصغروا فيهم ونقتلوا لهم العروق جينيرالمون في اغلب الاحيان باش نجموا نثبتوا عليهم جسر، الجسر هو سيان بريدج معناها سنة على اليمين وسنة على اليسار. في حالات كبيرة يبدا سنة على اليمين وسنة على اليسار تكون صحيحة ما فيها حتى تسوس، علاش نمس فيها؟ واحنا من الاول قلنا السنة اللي يعطيها لنا ربي هذيك ما يعوضها حتى شيء، ماذا بينا ما نمسوهاش. دونك شنو نوليو نعملوا باش نجموا نعملوا اون بروتيز فيكسي، نجيو لك السنة اللي ناقصة ولا زوز ولا ثلاثة وفي العظم نتاع الفك نزرعوا. وقتها الزرعة نتاعنا شادة مثبتة في العظم نتاع الفك، ماهيش مربوطة بزوز أسنان اللي نجموا يمرضوا ونزيد نخسر البغيج نهاري. دونك نجيو للبلاصة الناقصة ونزرعوا سن. الحاجه اللي معروفه من قبل من اول ما بدا الزرع اللي احنا نقلعوا السنه مثلا مسوسه برشا ولا حاجه ونقعدوا نستناو حتى يكش لينا عظم يعاود يتكون في البلاصه هذيك باش نجموا نزرعوا سن. وينجم العظم يعاود يتكون دكتوره؟ هو اوتوماتيكمون باش يعاود يتكون، اما ديما كيف باش يتكون هو باش معناتها بوغ افوار ان نوس دو كاليتي معناها عظم اللي نجم يقبل لي زرعه يلزمني ما بين التقليع والزرع اقل حاجه 6 شهور باش نجم كيف نحط الزرع نتاعي يكون ثابت ما يتحركش، مش نحطه يبدا يتحرك في ليسونس الكل. دونك شهر وشهرين باش ناخذ ان ريسك كبير. هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي اذا كان نقلع انا السنه اليوم ونقعد نستنى 6 شهور باش نزرع راني باش نخسر الكتله نتاع العظم باش نخسرها، يكون العظم نتاعي انا 2 سنتيمتر مثلا اوتوماتيكمون بعد 6 شهور باش نلقاها 1 سنتيمتر ودمي 1 سنتيمتر 8 معناها العظم يبدا يضعف في الارتفاع نتاعو وفي ليبيسور في العرض نتاعو زاد كيف كيف. دونك وقتها باش يقبل لنا زرع ما باش يقبل لنا زرع ينجم يكون ماهوش قوي برشا معناها القطر نتاعو يكون صغير الديامتر صغير الارتفاع نتاعو صغير والا نستحقه من بعد حتى باش نزرعو عظم. وهذيك علاش جات الزراعه الفوريه. الزراعه الفوريه هي اللي العظم نتاع الفك وقت اللي خلقه ربي سبحانه معناها خلقه باش يشد الاسنان عنده اون فونكسيون، واحنا ديما نقولوا سي لا فونكسيون كي في لورغان معناها حاجه من البدن ما تخدمهاش راهي تذوب. وهذيك علاش كلنا شفنا ديكا نتاع واحد كبير ولا مراه كبيره وقت اللي تنحي اسنانها الكل الفم يلساتخو في معناها علاش فمه ذاب بالطريقه هذيك، تقعد تخزر انت تقول يا اخي وين كانوا السنين سبحان الله وين كانوا السنين العظم كان واقف وكل نحيت السنين وما حطيتش في بلاصته حاجه اخرى
باش تصير وين ريزوربسيون ويتاكل العظم هذيك. دونك الفكره جات من هذا. ماذا بينا وقت اللي نحيو السنه والعظم يكون واقف شاد ديك السنه، احنا اون بروفيت من العظم هذيك. علاش نقعد نستنى فيه انا 6 شهور ونخسر عظم؟ ديما فما جديد دكتوره أكيد. في العالم اكيد ديما يلزمك تواكب، على خاطر فما ناس تعمل دي ريشيرش وفما ناس تجرب وفما ناس تعرف علاش تعديت للليتاب اللي بعد. اوكي دونك هي احسن حل توا اللي المريض وقت اللي يخسر سنه ينحيها، وفي نفس الوقت معناها بنفس التخدير وفي نفس الحصه البلاصه اللي قلعنا منها السنه نزرعه في بلاصتها سنه اخرى ونخليه العظم يتكون داير بالزرع. هكيكا ما نخسروش برش عظم، ديما باش نخسروا 1 مليمتر اذا كان حلينا البلاصه وسكرناها 1 مليمتر ماكسيموم 2 مليمتر، اما ما نخسروش حاجه كبيره. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه انها اسرع، دونك بعد 6 شهور مش نحط الزرع، احنا المره الاولى قلنا نقلعه نستناو 6 شهور نزرعه، وبعد 6 شهور وبعد ما زرعنا نستناو 4 شهور باش نركبوا التاج فوق الزرع. هذوما ديجا من 10 ل 12 شهر. كي نمشيو للزرع الفوري نحيو العرق نحطو في بلاصتو زرعه اخرى، سكروا عليه نخليوه غادي، نجمو حتى نحطو اون بروتيز بروفيزوار سنه تركب وتتنحى ولا سنه فيكسي على الامبلون يقعد بها المريض 6 شهور، وبعد 6 شهور بركة نجمو نعوضو السنه البروفيزوار بالسنه الدائمه، وتكون اون انترفونسيون واحده. المريض جاي باش يقلع نفس التخدير نتاع القلع نحطو فيه الزرع، تولي عمليه بسيطه برشا. اه داكور واضح. دونك هذا هو فهمت بال، اعطيتنا السهل المفيد المهم انه في الجديد هذايا في التقنيه الجديده هذه بالكل. دونك ما عادش نخافوا، اما سانوبيش باش تنصحنا دكتوره؟ انا ديما ننصح كيما قلنا من الاول زياره طبيب الاسنان، راه هو اللي باش ينصحك ساعه باش ينصحك على صحه الفم والاسنان. نحطوا ليستيتيك دو كوتي، ليستيتيك رانا نحكيوا عليه وقت اللي تكون الصحه راهي كامله، ما عادش عندي تسوس وما عنديش التهاب وما عنديش ضروس نقصي، رجعت التوازن نتاع الفم الكل، وقتها نجم تعدل الليستيتيك. توا طبيب الاسنان نعمل لي ديتارتراج، ما نخليش الالتهاب في اللثه كترف الدم اللي يخرج كيف نحكوا سنينه، ما نحقروهش سنه واحده ناقصه في الفم ما نحقروهاش، هذيك راهي تنجم تدخل الدنيا الكل بعضها. دونك زياره طبيب الاسنان مره في 6 شهور هو اللي باش ينصحك شنو باش تعمل حسب لي تاع فمك. والصغيرات صغار شوكولاته وحلوى والدنيا ماكله بعض، الماكله المتوازنه وتنظيم الماكله لو غرينيوتاج ما بين لي روبا وكل ماكله على طول النهار، هذيك اخيب حاجه. هذيك اخيب تو نجيو ان شاء الله نرجعوا في مواضيع اخرى تهم الصغار وتهم الكبار، وزيدا سورتو برشا يسال ولا موضوع الساعه الاستيتيك نتاع السنين، خاطر موضوع كبير وبحر كبير برشا. نشكرك برشا دكتوره امنه مولي اخصائيه في طب وجراحه الاسنان، كنت معنا اليوم. ميرسي بوكو دكتوره. 8:29 دقيقه على راديو ميد، مكملين معاكم راجعين بعد شويه.